رحلتنا في هذا القطار العجيب حسسني شوي انه يشبه فيلم معين. انتوا شنو رايكم بالموضوع؟ كتبوا بالتعليقات اذا ذكركم فيلم معين. عموما يقولون ان هالقطار جدا نادر، ما في منه الا 2 في طوكيو. وصلنا محطة الباصات، وهالمحطة صدمتني حيل يا جماعة، لأنها حرفيا كأنها مطار. والحين رايحين نشتري التذاكر، وهذه منطقة الانتظار، وكل باص واقف عند بوابته. صعدنا الباص وكنا مستانسين، وفجأة وبعد رحلة دامت ساعتين تقريبا وصلنا لوجهتنا الرئيسية، وكان ينتظرنا سايقنا الخاص. الفندق اللي ساكنين فيه هو اللي وفر لنا السائق، وهو نفس الفندق اللي سويت لكم فيه جولة في آخر فيديو. مساعدتنا الشخصية وصلتنا الغرفة، خدت طلباتنا الخاصة لتوفير لنا أكل مناسب للمسلمين، كل هذا موجود في الفيديو السابق. سعيد كتب بكاته، شوكم شخباركم، أتمنى أنكم تكونوا بخير وصحة وسلامة. منطقة يانون وايد أحبها، هذه من أكثر المناطق القريبة إلى قلبي، منطقة اسمها كاواغوتشيكو. سويت لكم فيه جولة، بس الحين طلعنا وانتقلنا للفندق اللي يمهني لأنه أرخص. هذا الفندق مجرد تجربة. المهم إن الحين هالحزة أنا ما أدري ليش، بس وايد كافيهات مسكرة، كنت وايد أقعد بهالكافيه هذا بالذات لما أسوي تشيك أوت وخلاص إني برجع لطوكيو، بس الحين مسكر وفي وايد أشياء مسكرة، مع إن الحين المفروض إنه يكون في سياح أو كذي، بس ما أدري إذا مسكرين عشان كورونا ولا ما أدري صراحة. بس اليوم إن شاء الله رحلتنا راح تكون حق حديقة بذاك الصوب اسمها أويشي بارك. الحديقة فيها الحين حاليا موسم أو احتفال أزهار اللافندر، اللي شنو لافندر بالعربي؟ فالحين موسم اللافندر بيبتدي من آخر شهر 6 وأول شهر 7، قصير ترى مو وايد طويل، حلو إنكم تجون هالفترة هذه عشان تلحقون عليه. الجو هني صراحة بهالفترة شوي حر ما كذب عليكم، بس إنه فيه هواء أحسن من طوكيو على الأقل. إيه again please. أويشي بارك. أويشي بارك. أوكي. قاعد يقولي أنا قاعد أقولها غلط، قاعد يصير صوتي كني قاعد أقول إنها لذيذ. أنا أويشي بالياباني يعني لذيذ، بس هي أويشي بارك. هاي أمريكي. كمبيكي اوكي قال لي ممتاز. هذه المنطقه فيها هني باصات، والباصات هذه تقدرون تستخدمون فيها الكرت القطار العادي اللي هو سويكا كارد او بازمو كارد. في كذا خط هني عند هالليك هذه، واصلا هذه المنطقه فيها 5 بحيرات، هذه واحده منهم اسمها كاواغوتشيكا وهي الاشهر واحده يعني فيهم. شوفوا هني حاطين مغيرين العلامات، حاطين لافندر سيس لافندر سيزات، واللافندر صراحه منتشر. امس قاعده نتمشى هناك ما شاء الله وايد في لافندر هني. بعد بالخريطه يورونكم وين راح تشوفون اللافندر. كاهو الباص يا هذا هو. الحين اول ستوب لنا في رحلتنا اليوم راح نروح متحف اسمه ميوزك فورست، وايد حلو هذا المتحف. بس اول شيء بنروح الفاميلي مارت، راح اصور لكم الفاميلي مارت. عجيب اللي يجي اليابان ويعرف شنو فاميلي مارت راح يشوف ان هذا الفاميلي مارت مختلف تماما وشكله ين. الفاميلي مارت عباره عن مثل بقاله او مثل طاقه 7-11 وكذي. اللي يميزها هني ان طريقتها، اول شيء حاط لكم قاعده هني ببلاش حالاتها، بعدين تصميمها مختلفه تماما عن الفاميلي مارت. راح احط لكم صوره الفاميلي مارت الاصليه عشان تعرفون الفرق. هني مسوينها بطراز كذي اوروبي، ما ادري ريفي ياباني مع الفيو، تخيلوا تبارك الله. لا اله الا الله، عجيب 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 المنظر، عجيب. يلا خلينا ندخل نشوفها الحين بسرعه. اهم شيء قلت بسرعه سين. المهم الفاميلي مارت طبعا فاميلي مارت عاديه نفس اي فاميلي مارت يعني، بس من برا تصميمها يعني كذي ونس. نايس 9-14 يا عجيب. يبيعون حجم صغير حفاضات طاعوا، ونحن كنا شوي قاعد نقول ما ندري هل راح يكفون حفاضات نوح ولا لا، فتخيلوا داخل بس في كم حبه، اي ثينك 3 اور 4 يا. بقالات اليابان كل شيء يبيعون حرفيا، شو تبون؟ مكياج في مكياج، شو تبون؟ اشياء كذي حق الشعر، كل شيء كل شيء كل شيء. حتى في هني كذي اشياء عشان يسحبون فلوس، تطبعون، ما ادري شو تسوون. حتى الحين بنعبي كرت القطار مالنا من هني. اذا جيت رحله حق جبل فوجي او اي مكان، هذا يبيعونه في اماكن وايد اسمه شينجن موتشي، انصح فيه وبشده. هذا هو المتحف ميوزك فورست، طبعا المكان ينن. هو عبارة عن متحف موسيقي كله كذي يعني الأدوات الموسيقية القديمة، بس الحلو في المكان هذا صار مثل حديقة، والمكان يفتح النفس كأنكم داشين كذي قلعة أوروبية قديمة. عرفتوا شلون أيام قبل يحطون بالأفلام كله ورد وكذي؟
شي تحسون فيري تيل، تحسون شي قصه من الاساطير. ما يعرف اشرح عدل بس المكان حلو. شوفوا شلون تقدرون كذي هني تصورون، تعال المكان ينن تبارك الله كله ورد. عرفتوا الاحساس اللي قاعده احاول اوصل لكم اياه؟ المكان ينن تبارك الله. وهني تقدرون تحصلون تجربه البرنسس، مكتوب برنسس اكسبيرينس هني، ما قد يبين. المهم هاي لبسونكم لبس اول وتعيشون التجربه. ابغى تخيلوا كنت تلبسون هاللبس وتتمشون داخل، ما تدري صرت تتمشون داخل، بس المهم اذا يصير حد نار. ما اعرف يسمون هذا العصر الفيكتوري اعتقد يمكن، بس عرفتوا هالطق من اللبس صح؟ ين ابغى يشوق. تتخيلوا الاولاد يلبسون كذي يصيرون كلهم امراء مرات اول اللي بالحصان وكذي، عرفتوا ابغى نار. اي بعد يجون يصورون حق عرسهم فوتوشوت بين الورد كذي. مع الأسف الشديد طلع المكان مسكر، يقولون إنهم حاطين لافتة برا، بس مع الهواء طارت اللافتة ما أدري وين راحت. المهم للأسف المكان أضعاف جمال هذه المنطقة داخل، تحسون كأنكم قاعد تمشون بمكان كذي فيكتوري قديم، عرفتوا يعني وزات بالبحيرة والمنظر الجبل، وفي كافيه كذي برا، وداخل طبعا فيه متحف وفي محلات وأشياء. عجيب المكان والله، كان ودي أوريكم إياه. هذا المدخل كذي حلو، فما بالكم داخل. راح احط لكم بعض الصور من داخل ان شاء الله اقدر القى، بس انصح فيه والله، انصح فيه انكم تزورونه. الله طبعا شلون تقدرون تاكلون موتشي وسمك. الحين وجهتنا الثانيه رايحين حديقه اسمها هذه اوشي بارك اللي قلت عنها من ساعه، حديقه اللافندر. هالحديقه هذه مجانيه، تخيلوا تقدرون تجون تشوفون ازهار اللافندر. طبعا هم الحين وراي، بعد شوي راح اوريكم اياها، بس الحين دشينا شوي داخل. وايد حر لقاه الله. دخلنا شوي محل سوفينيرات، هني تقدرون تاخذون هدايا. ابي المنظر، ابي المنظر، لا اله الا الله. انتوا قاعد تشوفون، شوفوا ليش موسم اللافندر، كل شيء لافندر الحين. اللافندر مشهور هني بكثره، كل شيء بنفسجي. ترى وايد حلوه اشياءهم. اني انا كنت لما هني قبل كنت كل اشتري حق الكويت، حق تكرمون الحمامات، حق الغرف، شيء تعلقون اشياء مثلا عشان تصير ريحته حلوه، عرفتوا؟ فكله هني حق الروايح عجيبين، هذيلي عجيبين. Here's a lounge on the second floor. الله، في الدور الثاني تقدرون تصعدون. طلع المنظر، يلا وي جو. انو حبيبي نايم، صار لنا مده قاعد نمشي بالحر، فنروح الحين الدور الثاني شويه نريح. It's a beautiful view, né? Nice view from the chat. Yeah, well, white hair. Honestly, this is the first time I come in June. Sorry, oh. Late. Oh, wow. واو، لا اله الا الله. طبعا المنظر عجيب 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 تبارك الله. تشوفوا خلتوا مني بالله، طبعا المنظر ابي المنطقه هذه خيال، لا اله الا الله. تيمين بطلع لكم الحين الكاميرا الاحترافيه واصور لكم لقطات حلوه. شرينا مروحة لأنه وايد حار، وهذا البانكيك حقي. تحت شرينا هدية حق يدة ويد زوجي. واو، توني تشوف هالشي هذا، في هني فود تراكس، تقدرون تقعدون هني تستمتعون بالمنظر الجميل تاكلون. بس يعني طبعا دير بالكم في وايد اتوقع اشياء مو اوكي تاكلونها، يعني مثلا في ايس كريم وشي هالسوالف تقدرون تستانسون شي برا. بس هذا الكافيه تو كله فيه عجيب صراحة. عندي لكم صراحة نصيحتين حق هالمكان هذا اذا فكرتوا تيون. النصيحة الأولى هي لا تيون شهر 6 و7 وايد حر.